المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلع دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. ظاهرة الممثلات اللي مش بيعترفوا انهم كبروا في السن ما طلعتش حاجة منتشرة اليومين دول بس، لا الموضوع طلع قديم جدا، وده بالظبط اللي بتتكلم عنه حلقة النهاردة من The Twilight Zone. هقولك نبذة بسيطة عن المسلسل قبل ما نكمل الريفيو عن الحلقة. مسلسل The Twilight Zone هو أقدم وأعظم مسلسل خيال علمي في التاريخ، وكل حلقة منه ليها أبطالها وقصتها المختلفين، والحلقة قائمة بذاتها بالظبط زي Black Mirror، بس الفرق ان المسلسل The Twilight Zone هو الأصل لكل الأعمال دي، فاحنا قررنا نترجمه حلقة بحلقة وننزلها على هيئة حلقات على اليوتيوب كريفيو، وهيكون فيها حرق، وهتلاقي الحلقة كاملة ومترجمة على التليجرام. فانت دلوقتي قدام حاجتين تختار منهم، الأول انك بعد ما عرفت نبذة عن الحلقة تروح على قناة التليجرام تتفرج عليها مترجمة بترجمتنا، والاختيار التاني انك تتنقل معانا في رحلة للبعد الخامس خلف حدود معرفة البشر، بعد ممكن نسميه The Twilight Zone. زي ما كنا بنتكلم في أول الحلقة عن فكرة النوستالجيا أو فكرة الحنين للماضي اللي بتكون ملازمة لكتير من الممثلات، لدرجة إن كتير منهم إذا ما كانش كلهم بيعملوا عمليات تجميل بتبوظ شكلهم، ودي حرية شخصية أنا ما عنديش مشكلة فيها، بس أنا كمشاهد ليه أكون مضطر أتفرج على ممثلة من كتر عمليات التجميل ما بقاش فيه تعابير في وشهم أصلا، فيه جمود مفيش مشاعر. المهم نرجع لشخصيتنا الرئيسية، ومن كتر ما كانت عايشة على الأطلال حولت بيتها لمكان يناسب أفكارها، وعزلت نفسها عن العالم الخارجي، وجابت شاشة سينما وبقت بتتفرج على أفلامها، وبقت فعلا عايشة معاهم ومع الأبطال اللي كانوا بيشاركوها الأفلام في الحقبة دي، لحد ما بيقتحم العزلة دي صديق من أصدقائها وبيحاول يخرجها من عزلتها وجاب لها دور تمثله، وبعد أكتر من 25 سنة بتقرر تخرج وبتروح فعلا مع شركة الإنتاج عشان تعرف أكتر عن الدور اللي معروض عليها. وطبعا اللي كان غريب عليها وطبيعي بالنسبة لنا ان الدور اللي اتعرض عليها كان دور ام، وهنا كان كبريائها اكبر بكتير من انها تسمع الفكرة اصلا، لدرجة ان الحتة دي كانت كفيلة انها ترجع لبيتها على طول وتكمل عزلتها عن العالم، لحد ما بيتم اقتحام عزلتها لتاني مرة، بس المرة دي اللي اقتحم العزلة دي ممثل من الحقبة اللي كانت نجمة فيها، وكانوا بيشاركوا وقتها بطولة معظم الافلام الرومانسية مع بعض، وتقدر تقول انها كانت بتحبه او في الحقيقة بتحب نفسها في الوقت ده. المهم بتلبس وبتكون متحمسة جدا انها تقابله، والصدمة كلها بتيجي لما بتشوفه لانها مش بتتعرف عليه اصلا، لدرجة انها قالت له مش ده الشخص اللي توقعت قابله، وشاورت لصورتهم القديمة في فيلم كانوا فيه مع بعض من اكتر من 20 سنة، وبتقول له هو ده اللي توقعت قابله بالشكل ده والسحر ده، فرد عليها بكل تلقائية زال كل شيء بزوال شبابي، وهنا بتتحط قدام نفسها تاني لانها مش راضيه تعترف بده، وهنا بيبدا ينهار اي امل كان جواها، وبترجع تاني لعزلتها بس اكتر من الاول كمان. ومش عاوزك تنسى ان تصنيف المسلسل خيال علمي عشان النهايه هتصدمك. المهم زي ما قلنا العزله بتزيد معاها قدام الشاشه اللي بتتفرج على نفسها من خلالها زمان، وفجاه بتبدا تتمنى انها ترجع للايام دي، لحد ما فعلا بترجع للحقبه دي بس جوه الشاشة بس مش في الواقع، واللي يبان غريب بس هو بديهي جدا انها ما حاولتش ترجع للواقع، بل بالعكس فضلت عايشة في العالم اللي كانت عايشة فيه زمان، وهنا النهاية كانت اسقاط على اللي جواها لانها فعلا ما كانتش عايشة الواقع نهائي، هي ممكن تكون عايشة الواقع بس الواقع بتاع الماضي من 20-25 سنة كده وبس كده. استنونا كل خميس وجمعة وحلقة جديدة من مسلسل The Twilight Zone، هتكون كاملة ومترجمة على قناة التليجرام، وهينزل لها حلقة على اليوتيوب كده زي النهاردة، وكمان على صفحة الفيسبوك، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. أشوفكوا الفيديو الجاي، سلام.